مرحبا من جديد. الملايين في المنطقة العربية مهددون بالعطش. تحذير أطلقته الأمم المتحدة قائلة إن 50 مليون شخص من سكان المنطقة يفتقرون لمياه الشرب الأساسية. هذا يعني أن نحو 90% من إجمالي عدد السكان في البلدان العربية تعاني من ندرة المياه. التحذيرات لم تتوقف عند هذا الحد. التقارير تشير إلى أنه خلال العامين المقبلين ستشهد 14 دولة عربية نقصاً في المياه، وستعاني 10 دول من نقصاً حاد في المياه. تونس من هذه الدول التي بدأت في المعاناة من الآن، حيث بدأت السلطات بقطع المياه ليلاً عن السكان في بعض مناطق العاصمة التونسية وبعض المدن الأخرى. تأتي هذه الخطوات في إطار ما يبدو أنها خطة لخفض الاستهلاك وسط أزمة جفاف شديدة تحاصر البلد بسبب ندرة الأمطار والتي خلفت سدودا شبه فارغة. توفي رمضان تعرف الناس تقضي وتغسل وكل شيء. بالنسبة لي أنا ما يطلع ليش الماء الجملة، نبقى نستنى باش نغسل معوني باش نرجل دينيتي وما نلقاش يعني ماء. بالنسبة للصباح فزيت مش نتوضى ما لقيتش الماء باش نتوضى بيه. وضعيتنا في الماء مزريه في الكياس في الزيقو، ما عدناش 50 متر بين الحي والحي ما ثماش ماء. احنا نحبوا الدوله تتلفت لنا، مشينا للوالي مشينا للبلديه نمشوا ونرجعوا، ما حتى واحد ما تلفت. نطلبوا من سياده رئيس الدوله باش معناها يتصرفونا ويعدون الماء. هذا شنو اللي مطلوب نتاعنا؟ احنا حاجتنا بالماء. يرحم والديكم. فسيدي رمضان قاعدين نشربوا في الماء من الغدرين ومن الابيار من البير ولعت، واحنا في 2023. للحديث اكثر معنا من تونس حمدي حشاد الخبير البيئي. استاذ حمدي مرحبا بك معنا. طيب اذا ما هو سبب في تقسيط المياه او شح المياه؟ هل هو فعلا اعمال صيانه ام لا؟ ثمة سياسه لتقسيط المياه؟ فعلا هو الامر في بدايه الامر مساء الخير. تقريبا الامر بعيد كل البعد ان تكون اعمال صيانه، الامر ليس مرتبط باعمال صيانه او تهيئه لا. تقريبا نحن امام حقيقه كانت السلطات تفعل الكثير لكي لا تواجه الحقائق. الان بدا الامر مكشوف على الجميع، تونس امام مشكله مائيه كبيره وعويصه، وممكن سيكون هذا فصل الصيف تقريبا اختبار فعلي لسياسة اختبار لسياسات الحكومة التونسية في التعامل مع مشكلة انقطاع المتكرر للمياه. دعني أذكر بعض الأرقام فيما يتعلق بمشكلة المياه في تونس. تفضل. تقريبا تونس تعتبر من الدول الفقيرة مائيا، يعني نصيب الفرد في حدود 420 متر مكعب، وهذا نصيب الفرد في تونس تقريبا، فيما يكون نصيب الفرد تقريبا على الصعيد الدولي 1000 متر مكعب. هذا من جانب. جانب آخر، تقريبا لهذه السنة تونس سجلت نقص في الإيرادات المائية لإيرادات السدود تقريبا حدود مليار متر مكعب. تقريبا مستوى امتلاء السدود في هذه اللحظات لا يتجاوز 30%، وهو المفروض أن يكون خلال هذه الفترة من السنة في حدود 57% تقريبا. يعني وبات صرع أحد المسؤولين بوزارة الفلاحة التونسية، هي القطاع أو هي الهيكل المشرف والمسؤول على قطاع المياه في تونس، أن نصيب الفرد سينخفض إلى دون 200 متر مكعب لهذه السنة تقريبا، يعني أقل من نصف من الاحتياجات ستكون متوفرة تقريبا. بات تونس أقرب من أي وقت كان لسيناريو اليوم صفر. سيناريو اليوم صفر هو تعبير يصطلح به حين تنقطع المياه ولا تكون موجودة عند الطلب خلال فترة ذروة الاستهلاك، يعني هنا نقصد بالفترة الصيفية. يعني تونس الآن تحت كابوس أو شبح العطش خلال فصل الصيف. قد تكون الفلاحة التونسية ستحتضر بالمعنى الحرفي للكلمة، العديد من صغار الفلاحين سيعانون الأمرين خلال هذه طيب السنة. طيب سيد حمدي، السؤال هنا ما هو البديل لدى الحكومة طالما أنه ما في إيرادات مائية، طالما ندرة الأمطار كلها ستؤثر في نهاية الأمر أنه ما يكون في مخزون مائي؟ ما هي البدائل المتوافرة لدى الحكومة؟ حقيقة الخيارات ليست متعددة والحلول ليست كثيرة، وللأسف الدولة التونسية لم تتوجه منذ فترة عندما كانت الأمور أفضل من الآن إلى الحلول البديلة. تقريب الحلول هي على ثلاثة محاور. المحور الأول توجه لتحلية مياه البحر، لكن تحلية مياه البحر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس الآن تقريبا أمر صعب نوعا ما وغير قابل للتنفيذ تقنيا وماليا. نعم، وتقريبا المواطن التونسي لا يدفع الكثير مقابل فاتورة استهلاك المياه، لكن عند اللجوء لتحلية مياه البحر سيدفع
فاتورة مضاعفة تقريبا 5 أضعاف ما يدفعه الآن، وهو سيناريو في حد ذاته مخيف نوعا ما، وسيدفع إلى العديد من التحركات الاجتماعية في ظل الأزمة الاقتصادية الرهنة. هذا من النقطة الأولى. النقطة الثانية، ذات الحكومة التونسية وحتى الأكاديميين التونسيين يتوجهون الآن لإعادة استغلال ومعالجة المياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها مرة أخرى في بعض القطاعات على الأقل، كي لا تتوقف عجلة الإنتاج سواء في القطاع الفلاحي بالنسبة للمحاصيل التي لا تستعمل للاستهلاك البشري بل تكون موجهة للاستهلاك الحيواني، كذلك زراعة الورود أو ري المناطق الخضراء، بات هذا الآن خيار مطروح جدا. والمحور الثالث هو الاقتصاد، يعني تقريبا ثقافة الاقتصاد في المياه لدى جزء كبير من المواطنين التونسيين هي فكرة غائبة نوعا ما للأسف، ودعنا ننظر على الأمر أن في كل أزمة فرصة. سيكون الأمر من خلال هذه الأزمة التي سنعيشها خلال هذه الصيفة اختبار فعلي لثقافة الشعب التونسي وثقافة المواطن العربي عموما في إعادة محاسبة وإعادة إنتاج طرق بديلة، إنتاج طرق أو إعادة تأطير ثقافي للتعامل مع المياه بكونها ثروة. طيب ليست يعني أنها موجودة. مع أنك أنت سيد حمدي تحدثت بأنه التعامل مع هذه الأزمة جاء متأخر، تونس تعاني من 4 سنوات من موجة جفاف خطيرة، لماذا الآن تم قطع المياه؟ يعني نتحدث الآن في شهر رمضان، ويعني النشاط التجاري بشكل عام والاجتماعي يكون أكبر، لماذا؟ لماذا الآن؟ الحكومة لعلها استبقت الفترة الصيفية لنظام المحاصيل المائية لمحاولة توفير بعض المياه للفترة الصيفية، لأنه كما نعلم أن تونس دولة سياحية، على الأقل تحاول الدولة توفير المياه للقطاع السياحي وبعض القطاعات الحيوية الفلاحية على الأقل كي لا تتوقف عجلة الإنتاج والعجلة الاقتصادية في خلال فترة الصيف فجأة. لذلك لجأت من الآن مبكرا تقريبا قبل 3 أشهر من الفترة الصيفية إلى نظام محاسسة قدر معالجة ضربية معالجة وقتية للمشكلة، قصد إيجاد بعض الموارد المائية ولو كانت قليلة على الأقل خلال الفترة الصيفية، لأن فترة الصيف تقريبا في تونس باتت لم تقتصر على 3 أشهر بل باتت ممددة إلى 4 أشهر تقريبا، وهذا هو فصل الصيف، ولا توجد تساقطات مطرية مهمة خلال هذا خلال هذه الفترة. من جهة أخرى كذلك الجفاف يضرب الشقيقة الجزائر، هي تقريبا الدولة المحاذية لتونس، وهي بلد حيث ينبع واد مجردة تقريبا أكبر الأودية التونسية، وهو يغذي أكثر السدود التونسية أكبرها حجما من حيث طاقة الاستيعاب، وبحكم تقريبا أزمة الجفاف تشمل البلدين مع بعضهم البعض، وفذلك هي تقريبا أزمة باتت عابرة للقارات. كذلك هناك الآن باتت بعض الأصوات على الأقل بتنا نندد حقيقة وصراحة، منذ كنا نتحدث بهذا الأمر في الخفاء الآن بات الأمر علانية نتحدث عنه، ونوجه أسهم النقد إلى الخيارات الخاطئة للحكومة التونسية منذ الاستقلال لاستثمار كمية كبيرة من المياه في قطاع فلاحة بالنسبة إلى زراعات تصديرية، إن هناك الاتحاد الأوروبي يمنع بعض أنواع الزراعات ولا يتسامح معها في بعض المناطق، وبالتالي باتت الشركات الفلاحية الأوروبية تبحث عن دول قريبة للاتحاد الأوروبي لزراعة هذه المحاصيل. مثلا في قلب الصحراء التونسية يقع إنتاج التوت البري، وهو تقريبا محصول يستهلك الكثير والكثير من المياه، كذلك يقع زراعة الطماطم على شكل حب الملوك يعني صغيرة الحجم لكنها مستهلكة كذلك للماء. هذه تقريبا خيارات خاطئة استثمارية تقريبا تحت مسميات الاستثمار، التنمية، التشغيل، أخذت الدولة التونسية بعض القرارات التي لا تعتبر سديدة الآن، بعض المراجعات التي قمنا بها، وبالتالي بات الأوان إلى وقف، ضرورة وقف، نقول وقف وليس مراجعة بهذه الاستثمارات الفلاحية لأنها ناهمة جدا للمياه ويقع تصديرها، في حين أن الشعب التونسي تقريبا سيشهد أزمة عطش فعلية خلال هذه الصيف، وبالتالي نحن الاستباق. شكرا لك. شكرا جزيلا لك من تونس حمدي حشاد الخبير البيئي على كل هذه المعلومات.